السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام مع هذا الفيديو التقني الجديد والذي سنتعرف من خلاله إن شاء الله على ميزة جديدة لم تعمم بعد، ولكن يمكننا أن نستفيد منها من خلال رابط خارجي، وهي تمكنك من حذف رسائلك على الواتساب قبل أن يقرأها الشخص الذي قمت بإرسالها له. أي أن هذه الميزة بطبيعة الحال تعطيك يعني مدة 7 دقائق، أي أنني قمت بإرسال رسالة ولكن أردت أن أتراجع عليها على سبيل المثال، يعني أردت أن أتراجع عن تلك الرسالة ولا أريد لذلك الشخص أن يقوم بقراءتها. أي هنالك ميزة في تطبيق الواتساب، سوف نقوم إن شاء الله بالتعرف عليها وتطبيقها، ثم إن شاء الله سوف نقوم بتجربتها. ابقوا معنا. إذن أحبابي في الله، سوف نقوم مباشرة بالتأكد بنسخة الواتساب المتاحة لدينا، وذلك بالدخول طبعا الحال لهذا الخيار، أو سنقوم مباشرة بالولوج إلى خيار، ثم مباشرة سنضغط على باراميتر هكذا، ثم سوف أضغط على Aid أو Help، نعم، ثم سأقوم بالضغط على انفو دولاب. هنا أحبابي في الله كما ترون نسخة الابليكاسيون هي 2.17.395، وهي المتاحة في الوقت الراهن على متجر الجوجل بلاي، لكن نحن سوف نقوم مباشرة بتحميل نسخة تحت إصدار 2.17.401، وهذه النسخة هي نسخة تجريبية تتيح هذه الميزة. إذا هذه طبيعة الحال هو رابط النسخة من أبيكا ميرور، وهو موقع غني عن كل تعريف في إصدار تحديثات على شكل بيتا. هذه النسخة كما قلت لكم 2.17.402، غادي نحاول مباشرة أنني نقوم بتحميلها. للإشارة فقط، إذا كنت تتوفر على نظام أقل من آيس كريم ساندويتش فلا يمكنك طبيعة الحال تشغيل هذا يعني هذا النسخة. إذا سوف أقوم مباشرة بالبحث على إمكانية تحميلها داونلود APK، وسأنتظر إلى أن يتم مباشرة تحميلها في هاتفي، ثم بعد ذلك سأقوم مباشرة بالضغط على أوفرير لو فيشي أو لو فيشي. هنا سأقوم بالضغط على أنستالي مباشرة كما هو مبين لكم، ثم سأنتظر قليلا وسأضغط على أنستالي هكذا، ثم سنضغط على خيار وي كما هو مبين لكم وسأضغط على زر أوفرير. إذن هنا أحبابي سوف نقوم بالتأكد من النسخة التي أتوفر عليها حاليا بها أنفو دولاب. هنا هذه النسخة هي 2.17.402، هذه النسخة التي قيل على أنه تحمل هذه الإضافة الجديدة والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بتحميلها من خلال الرابط المرفق لهذا الفيديو. سأختار مثلا شخص معين، يعني أنا سأحاول أن أبحث على شخص معين في هاتف أتوفر عليه أنا. إذن إخواني الكرام، أنا الآن أستخدم هاتفي. إذن هذا الهاتف هو الذي سأرسل به رسالة من هنا إلى هنا، يعني سأقوم مباشرة بالدخول إلى تطبيق الواتساب، يعني كما تلاحظون وكما تشاهدون سأقوم مباشرة بإرسال رسالة، يعني من هذا الهاتف سأقوم بإرسال رسالة من هذا الهاتف، سأقوم بكتابتها أي رسالة، ثم سأضغط على إرسال. هنا سألاحظ أنه الرسالة وصلت، يعني هذه هي الرسالة، تم يعني عندما يتم الإشارة لها بهذا اللون يعني دوبل كوشي، فهذا يعني أن الشخص توصل بالرسالة ولكن لم يقرأها، ولكن لم يقرأها بعد، يعني الهاتف كان في هذه الوضعية أو أن الواتساب طبيعة الحال كان في هذه الوضعية، يعني مباشرة عندما سأضغط عليه سيتم قراءة الرسالة. ولكن إذا كنت طبيعة الحال في مدة 7 دقائق، يعني كما قلت لكم أصدقائي في كل مكان، يعني لم أتجاوز 7 دقائق، يمكنني أن أقوم مباشرة، سأقوم مباشرة بحذف، لاحظوا معي ها هي الرسالة ها هي هنا، سأقوم مباشرة بحذف الرسالة هكذا، سيبخيمي بوغ تو ولا بوغ موا، يعني سأقوم بحذفها بالنسبة لي أو لا بالنسبة للجميع. سأقوم مباشرة بالضغط على بوغ تو، مباشرة سأضغط على أوكي. لاحظوا معي vous avez supprimé ce message، يعني تم حذف هذه الرسالة. إذا هنا في هذا الهاتف مباشرة ستلاحظون أنني سأقوم بالدخول، لاحظوا معي سأقوم بالدخول، نعم،
إذا لاحظوا معي، يعني ميزة رائعة، يعني بصراحة، يعني كما تلاحظون سو ميساج a été supprimé، يعني الميساج تم حذفه من هاتفي إلى هذه الهاتف، ولكن هنالك شروط، أي أن المدة لا يجب أن تتجاوز 7 أو 8 دقائق. إذا تم تجاوز 7 أو 8 دقائق، يعني تنادى معك الحال، صيفطتي شي ميساج ما هوش وبغيتي تمسحو، ما يمكنش، لأنه صافي كتلغى تلك الخاصية اللي قلت لكم قبل لحظات. يعني مثلا لاحظوا مثلا هذه الرسالة، أن الشخص مثلا قراها، لاحظوا معي مثلا نفترض أن هذا الشخص قرأ هذه الرسالة هذه، يعني لا أعلم إن كانت ظاهرة، يعني الرسالة ديال 0025، أنا الآن سأقوم بحذفها، يعني أنا قريتها وكل شيء، ولكن خفت أن هذا الشخص يسكرينيها ويدير لي الفرطة، نعم يدير لي الفرطة الإخوان، ناري ناري المهم غندير مباشرة، غنكليكي على سيبريمي، هنا يمكنني بطبيعة الحال أن أقوم بمسحها لنفسي، لأنه تجاوزت 8 دقائق، ولكن إذا لم تتجاوز طبيعة الحال مدة 8 دقائق، يمكنني بطبيعة الحال أن أقوم بحذفها، يعني سأقوم بإعادة المحاولة. هذه هي الرسالة، سنفترض هذه المرة أن الشخص قام بقراءتها وخشي أن يرسلها لشخص آخر، يعني يعمل لها سكرين، نعم لاحظوا معي هذه الرسالة، نعم هي هذه، مباشرة سأقوم بحذفها من هنا، يعني أنا قرأت الرسالة، ظهرت لي إشارة باللون الأزرق وكل شيء، يعني سأقوم بحذفها هنا كما تلاحظون، بوغ موا ولا بوغ تو، لاحظوا عندما سأضغط على بوغ تو، يا سلام تم حذف الرسالة لهذا الشخص ولي في نفس الوقت لمدة محددة. أرجو من الله أحبابي في كل مكان، أصدقائي في سعادة التقنية، أن أكون قد وفقت في هذا الشرح وفي هذا الفيديو الذي أظن أنه سيروقكم جميعا، وأظن أن هذه الميزة سيتم تفعيلها لا محالة، لأنه العديد من الأشخاص يشتكون من نقل رسائلهم، أي أن هذا الشخص قام مثلا بقراءة الرسالة مباشرة قام بإجابتي، يمكنني أن أحذف الرسالة، ولكن ستقع مشاكل أخرى، وأنا متوقع من هذا الأمر، أو أنا متأكد من هذا الأمر، أي أنه إذا تم حذف الرسالة من هنا إلى هنا، سيكشف هذا الشخص أن هذا الشخص قام بحذف الرسالة، وبالتالي غادي نوض الصداع، غايقول لي واش واش فايق؟ واش هادشي يا صاحبي علاش اتفقنا؟ ما رجنا ما والو هادي، علاش صاحبي تمسح الميساج؟ علاش هذا؟ واش أنت ما تايقش فيا؟ واش واش واش؟ المهم الأخبار في راسكم. كنتمنى من صديق القلب أن أكون قد وفقت هذا الفيديو، وملتقنا إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء، ولا تنسوا بالتشريف بزر لايك 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 للفيديو، ولا تنسوا بسبسكرايب للقناة إذا كانت